معنا الآن إذن عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية معنا من القاهرة. إذن دكتور أيمن أهلا بك معنا. بحسب ما تبعت معنا من خلال التقرير الذي ذكرته قبل قليل، اليابان إذن رصدت إشارات لاسلكية قالت بأنها تشير إلى احتمال إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية. إذن كوريا الشمالية ربما تتمم أو تستكمل برنامجها النووي أسرع من المتوقع، ما السيناريوهات التي يمكن أن يفتحها كل هذا؟ نعم، يعني كما أشرتم خديجة فإن الوتيرة أصبحت متصاعدة، الموقف التلسني غير الدبلوماسي ولا المألوف في العلاقات الدولية بين زعماء دولتين نوويتين كبيرتين في بيونج يانج من جانب وفي أيضا واشنطن على الضفة الأخرى من المحيط مسألة غير معهودة ولا يمكن توقع وترقب فعلا ردود أفعال كلا الغريمين أو كلا عفوا العدوين اللدودين. كوريا الشمالية فعلا أنهت برنامجها النووي واستطاعت أن تطلق صواريخ باليستية عابرة للقارات، استطاعت أن تجرب صواريخ باليستية نووية تستطيع أن تصل إلى الشواطئ الولايات المتحدة الأمريكية، مدن محددة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول عديدة، فما بالنا باليابان وكوريا الجنوبية اللتين تتمس مع حدود دولية مع كوريا الشمالية، وصباح أو فجر اليوم وليل أمس أعلنت الدولتين اليابان وكوريا الجنوبية سول أعلنت التأهب القصوى في كافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة للدولتين، ونادرا ما تقوم الدول برفع درجة الاستعداد القصوى إلا في الحالات التي تكون على دكتور أيمن. إما شفى حرب أو تفضلي. مدى الخطر الذي يمثله ذلك أو الآن؟ تتوقع مدى الخطر الذي يمثله ذلك الآن على الأمن والسلم الدوليين؟ الذي يتمثل نعم الخطر بتهديدات نووية من دولتين كبيرتين لا يمكن تحديد مداه على المستوى العالمي، ولكن المناطق الموجودة الجغرافية ما أعنيه وأقصده الدول في الشرق الأقصى سواء كانت الصين نفسها، روسيا الاتحادية، كوريا الجنوبية واليابان هي التي ستكون الأكثر ضررا وتضررا من النواحي البيئية وغير البيئية. ونعلم كما تفضلتم خديجة في تقريركم أن حتى حلفاء كوريا الشمالية ولأول مرة منذ عام 2016 وهذا العام الصين الشعبي وروسيا الاتحادية الدولتين صعدتا واشتركتا أيضا في الإجماع الدولي بفرض جزاءات وعقوبات اقتصادية من مجلس الأمن على كوريا الشمالية، ولأول مرة تنضم الحليفتين السابقتين الصين وروسيا الاتحادية مع ضد كوريا الشمالية في الاتفاق او التوافق الدولي على ردع كوريا الشمالية. طيب هل من الممكن ان نشهد تصعيد اكثر ضد كوريا الشمالية، وما الرادع الذي يمكن ان يكون لكوريا الشمالية؟ الشيء الوحيد او النقطة الوحيدة التي ربما تخفف وتهدئ من وتيرة هذا التصارع هم مستشاري ومساعدي الرئيس الأمريكي تحديدا، وليس الأمريكي وليس الرئيس ترامب في حد ذاته، هم الذين يكبحون جماح هذا الرئيس المنطلق عفوا في اللفظ المنفلت في تصريحاته وتصرفاته حتى في داخل البيت الأبيض. مستشاري الرئيس الأمريكي بالإجماع وليس بالأغلبية كلهم يعارضوا التوجهات العنيفة العسكرية لرئيس الإدارة الأمريكية التي يمكن أن تفضي أن عفوا يهدد ويحيق خطر بالعالم كله في مقابل أن يكون أو يظهر في مظهر الزعيم القوي
في عيون الرأي العام الأمريكي تحديدا. شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، كنت معنا عبر القمر الاصطناعي إذن من القاهرة.